السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. جوجل ما صدقتنيش يا جماعة، ما صدقتش ان انا كنت نايم. انا فعلا كنت نايم. طيب الموضوع بقى عشان نخلصه، ودي تعتبر اخر حلقة هنتكلم فيها عن الحوار ده، ايه اللي حصل وليه الاكونت ادسنس اتقفل، وايه الغريب في الموضوع. الغريب في الموضوع ان انا كنت فاكر ان جوجل غلطانة وجوجل قفل الاكونت بسبب النقرات الغير شرعية اللي هي اصلا مش موجودة، لان اليوم ده قلت لكم كان المعدل بين النقرات للظهور كان 4-5%، فالموضوع كان طبيعي جدا، فمفيش اي مشكلة. ايه اللي حصل؟ اليوم ده خلص، انا نمت بعديها من الساعة 2 بالليل للساعة 7 الصبح، تمام؟ يعني اليوم ده خلص اهو، بعد كده نمت من 2 بالليل ل 7 الصبح، تمام؟ اللي حصل ايه؟ في الخمس ساعات دول حد بعت لي نقرات بشكل مش طبيعي، خلى جوجل تقفل الاكونت بشكل مباشر. النقرات دي اتبعتت من كذا اي بي عن طريق برنامج مش حلو. البرنامج اللي استخدمه الشخص ده استخدم برنامج عشان يتقفش، هو مستخدمه عشان يتقفش عشان جوجل تفتكر ان انا اللي عملت كده، تمام؟ ولكن انا كنت نايم يا جوجل، والله كنت نايم، مش انا اللي عملت كده، انا كنت نايم، تمام؟ فمش عارف اقول لك ايه بصراحه. انت عندك حق انك تقفلي اكونت زي كده او تقفلي ادسنس، ولكن يعني مش انا اللي عملت كده. وكده الحركه دي ثغره في جوجل، ممكن اي شخص في العالم يعملها. فاي شخص مثلا اللي عمل حركه زي كده عارفني، لان عارف ان انا كنت نايم في الفتره دي، فبالتالي لما انا كنت نايم هو يقدر يعمل الحاجه دي، وانا مش هقدر ابعت تبليغ لجوجل او شكوى لجوجل ان في نقرات غير شرعيه لان انا كنت نايم. فهو بعت كتير لحد ما جوجل قفلت الاكونت. يعني انت متخيل اكونتي اتقفل في 5 ساعات؟ 5 ساعات بس، 5 ساعات جوجل رجعت وقفلت الاكونت بشكل نهائي، مش هيرجع تاني، تمام؟ وانا الحمد لله خلاص الموضوع خلص بالنسبه لي، مفيش اي مشكله، وجاي اقول لكم على التجديد بقى اللي هيحصل. شكرا اولا لكل الشخصيات المحترمه جدا اللي علقت لي على الفيديو اللي فات، كل الناس المحترمه دي على راسي قسما بالله، يعني الناس دي محترمه جدا، كل اللي حاول يساعدني كومنتات ضحكتني فشخ اصلا، فشكرا شكرا بجد لكل الناس. ولكن يعني احنا مش هنقف هنا، خلينا بس نعدي الخطوه دي. انا عملت قناه جديده اسمها مستر بومتك، هي اي يعني 2، تمام؟ مستر مونتك اي دي بمعناها رقم 2، تمام؟ بغض النظر يعني عن الاسم، فالقناه دي القناه اللي هننشر فيها بعد كده. ولكن طبعا القناه دي مش هتنتهي، انا هفضل انشر في القناه دي لحد ما القناه الثانيه توصل لعدد مشتركين كويس ان انا اقدر انشر فيها. فكل فيديو هعمل دعم للقناه بتاعتي، ويا ريت يا جدعان لو حد موجود من اصدقائي بقى واصحابي يعملوا لي دعم للقناه الجديده، عايز اوصل ل 10000 مشترك على الاقل، بحيث ان انا اقدر انشر فيها فيديوهات مره ثانيه واوصل للعدد الناس اللي انا كنت بوصل لهم في القناه دي. حاجه ثانيه، الحاجه الحلوه برضو ان لما تيجي تبدا قناه جديده، القناه دي بقى لها سنتين ونص، القناه دي عدت على تحديثات يوتيوب كتير جدا، لازم بعد كل تحديث تقريبا ان انت الشخص كمشترك في القناه يعمل ان سبسكرايب، بعد كده يعمل سبسكرايب عشان يوصل له الفيديوهات اول باول. ولكن الفيديوهات ما بتوصلش لمعظم الناس بسبب ان الناس اللي هي فكره النوتيفيكيشنز ما بتوصلش لكل الناس اصلا، ان انت لازم تعمل ان سبسكرايب وتعمل سبسكرايب عشان يوصل لك نوتيفيكيشن. دي الفكره يعني، فلانك هتعمل بقى سبسكرايب على قناه جديده، فبالتالي كل الناس اللي هتعمل سبسكرايب هيوصل لها الفيديوهات الجديده على القناه. المهم يعني لما تيجي مفيش اي مشكله، اعمل سبسكرايب على القناه الجديده، مش عارف اشرحها لك يا عم، اعمل سبسكرايب على القناه الجديده، الله يرضى عليك، مفيش اي مشكله، وهننشر فيها فيديوهات اول ما توصل ل 10000 مشترك باذن الله. يعني كل فيديو هعمل لها دعم وهوصلها ان شاء الله 10000 مشترك، وهنبدا ننشر فيها. وبرده اثناء ال 10000 مشترك دول في حوار كده بيحصل بقول لكم عليه بعدين، فالحوار ده هيكون خلص برده، فهنبدا على رواق بقى وعلى نظافه نوصلها بقى ل 1000 مشترك، اللي هو يعني هتكون وصلت ل 10000 اصلا، ونوصلها ل 4000 ساعه مشاهده، ونبدا بقى نحقق دخل في القناه دي وتشتغل طبيعيه جدا. وبرده هفضل انشر على الفيديوهات على القناه دي، ولكن الفرق هيبقى في ايه؟ الفيديوهات قناه مستر بومتك العاديه هتبقى فيديوهات اعلانيه، هتبقى مثلا لان فيها 50000، فهنبدا ننشر فيها فيديوهات اعلانيه عن مثلا مواقع وحاجات كده. وبشرى صار اللي بتوع اختصار رابط، انا رجعت اعمل فيديوهات اختصار رابط، ما تزعلوش يا جدعان، الناس ما تزعلش، قناه مستر مونتك الثانيه مش هيبقى فيها فيديوهات اختصار رابط نهائيا، تمام؟ بتبقى كلها استراتيجيات، حاجات لطيفه، سلاسل محترمه جدا وحاجات جديده، فما تقلقوش، يوتيوبر فشيخ راجعه هناك وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله. ولكن بس ادوني شويه وقت لحد ما اوصلها عدد مشتركين كويس. وانت ابدا بنفسك دلوقتي، انزل اعمل سبسكرايب، هتلاقيها في اول لينك في الوصف، وهتلاقيها في الايفون عندك، اعمل سبسكرايب. خلينا نوصلها على الاقل النهارده ل 1000 مشترك او 2000 مشترك، خليكوا تمام يعني. يعني دلوقتي انا هفضل مستمر في قناه مستر مونتك لحد ما ابدا في القناه الثانيه، هتبقى مستر مونتك القناه العاديه خالص، مفيش اي مشكله فيها، لحد ما ابدا في القناه الثانيه، تمام؟ وبعد كده هتبقى مستر بومتك قناه اعلانيه، وقناه مستر بومتك 2 او اي هتبقى القناه الرسميه بقى اللي فيها كل حاجه بتاعت مستر بومتك،
تمام، مفيش اي حاجه هتتغير يعني كده الموضوع بالظبط. بس اتمنى كل اللي عملته ده صح، واتمنى الناس ما تزعلش من الموضوع ان انا هرجع بقى اعلانات اختصار روابط واعلانات المواقع مره تانية على القناه دي. انا بس هعمل كده لان فعلا مفيش اي دعم الفتره دي، فاتمنى برضو نشوف دعم من الناس اليوتيوبرز اصحابي يعملوا دعم للقناه التانية مش القناه دي، عشان برضو نوصلها 10000 مشترك عشان نقدر اقدر اعمل فيديوهات فيها. وبس كده، شكرا جدا لكم على مشاهده الفيديو ده للاخر، واتمنى اتمنى اتمنى اللي انا عملته ده يكون الصح، ان انا اعمل قناه جديده وكده. انا على فكره والله العظيم عندي استعداد استمر في القناه دي، ولكن الحاجه اللي شجعتني زي ما قلت لكم ان معظم الناس اصلا يعني القناه دي ما بيوصلش النوتيفيكيشن بيوصل مثلا ل 5% من المشتركين او 10%، وده يعتبر رقم قليل جدا، لكن لو في القنوات الجديده بيوصل اكتر بكتير من القنوات القديمه. فاتمنى تكون فهمتوا النقطه دي، ودي اللي شجعتني اعمل قناه جديده بصراحه. وبس كده، شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو الاخر، ومره ثانيه بشكر كل الناس اللي عملت تعليق او كومنت على الفيديو الاخير، يعني انتوا ناس زي العسل، ويا ريت بقى نكمل وتعملوا سبسكرايب، واللي عنده قناتي على اليوتيوب يعمل لي دعم. شكرا جدا ليكم، سلام.